إنها طائرة تقلع من مطار وارسو، ولكنها ستعترض لاحقا من قبل سلاح الجو الأطلسي والروسي في إطار مناورات أطلق عليها اسم الأجواء اليقظة. أندري بيكيتوف من يورو نيوز ينقل الأجواء من داخل الطائرة. بالرغم من أن هذه الطائرة قطعت الاتصال بالخارج، الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الناتو وروسيا اعترضت هذه الطائرة كما لو أنه كان بداخلها إرهابيون وأبعدت عن المدن. مناورات الأجواء اليقظة تتم من أجل تدارك أي عمل إرهابي مدمر تستخدم فيه الطائرات المدنية. يقول قائد إحدى الطائرات العسكرية وهو بولندي: في المناورات التي تتابعنا حالياً تشترك 6 طائرات، 3 طائرات F-16 من على يسار الطائرة المطاردة، و3 طائرات روسية من على يمينها. ولكن ماذا لو كان بداخل طائرة ما؟ انتحاريون لا يستجيبون لنداءات الطائرات المطاردة. يقول الجنرال التركي حكم إفرين: قوات حلف شمال الأطلسي تطلع بالمهمات التدريبية الآن، لكن عندما يتعلق الوضع باستخدام السلاح فعليا تناط المسؤولية فورا بالبلدان المعنية. الخبراء العسكريون في حلف شمال الأطلسي أثنوا على التعاون الروسي البولندي وفعالية إبعاد طائرة خطرة فور الاشتباه بها في مناورات الأجواء اليقظة.